السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار؟ بتمنى تكونوا بخير. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل مع بعض حاجة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، تنفع طبعا للفطار وللعشاء وتنفع كسناك كده بين الوجبات. لو عندك بقى شوية زيت زي كده وعندك برتقالتين ثلاثة، هنعمل بيهم بقى دلوقتي وصفة جميلة جدا بإذن الله هتعجبكم. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش تدعميني بلايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي. بقى هجيب معايا كده البرتقال، تقدري تغسليه الاول معاكي كويس جدا. وعند كده لو انت طبعا حابه ان انت تاخدي القشر بتاعها مفيش اي مشكله، تغسليها وتبداي ان انت تبشريها وتاخدي القشر. بس حابه اقول لكم ان طبعا البرتقال يا جماعه قيمته الغذائيه عاليه جدا، عشان كده احنا بنستخدمه وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ندخله في حاجات كتير. بس حاولي بالله عليكم على قد ما تقدروا ان انتوا ما تدوش الاطفال سكريات كتير الفتره دي، عشان بتقلل من المناعه جدا. حاولي ان انت تديهم حاجات طبيعيه وحاجات قيمتها الغذائيه عاليه، اكل بيتي من الدرجه الاولى عشان خاطر ايه؟ يقوي مناعتهم. طبعا كل الطبقه البيضة دي هتتشال معايا، مش هينفع ان انا يعني اسيب فيها اي طبقه بيضة. عايزه اقول لكم دي برده ما بتترميش، بتبقى جميله جدا، يعني اولادي بصراحه بيحبوها جدا. بقى قشرت معايا البرتقالايه بقت بالشكل ده كده، فصصت معايا دلوقتي البرتقال بقى بالشكل ده كده، هنزل بيه عندي هنا. هستخدم كل كميه السكر اللي انا هستخدمها في الوصفه كامله، هضيف حوالي نص كوبايه من السكر، هبدا انزل بيه بالشكل ده كده. هضيف عندي حوالي كوبايه كده من الميه، باخدها بقى دلوقتي واضربها معايا كويس جدا واصفيها كمان. دلوقتي بقى كده انا عملت البرتقال، ضربته في الخلاط مع السكر، هنزل بقى بكوبايه الا ربع من الزيت. طبعا لازم تضربيهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بضيف عندي بقى هنا البيض، انت تقدري تضيفي اي كميه انت عايزاها، بس يعني انا هضيف 3 بيضات، بنزل بيهم كده ايه بيضه بيضه، بحيث ان هما يكونوا معايا يعني ايه، تضمني ان هما سلام وتضمني سلامتهم. بنزل بقى دلوقتي بكل كميه البيض بتاعتي كده بسم الله. وكمان بنزل عندي برشه من الفانيليا، بتديني طعم حلو جدا، بالذات مع البرتقال بيبقى ميكس كده جميل قوي. هبدا ان انا اضربهم بقى بالخلاط مره تانية، بحيث ان هما يعني المكونات كلها تختلط كده مع بعض. دلوقتي بقى عندي المكونات الجافه، حطيت 2 كوبايه من الدقيق الابيض، من الدقيق الاصفر او دقيق الذره بالشكل ده كده، وحطيت عليه كوبايه تانية من دقيق السميد من الدقيق الابيض، يبقى كوبايتين من دقيق الذره على كوبايه واحده من الدقيق الابيض. هحط عليهم طبعا رشه ملح، طبعا سنه بسيطه جدا من الملح بسم الله. رشه الملح دي يا جماعه دي سنه، بس بتظبط الطعم كويس جدا. وتبداي ان انت تقلبيهم كده مع بعض. وطبعا بحط عليهم كيس كامل بقى من الكيك شيف او البيكنج باودر، اي حاجه يعني انت حابه تحطيها. وطبعا بقلبها كويس جدا وببدا ان انا انخلها من اول وجديد. بعد بقى ما عملت معايا كوبايتين من دقيق السميد، عليها كوبايتين من دقيق الذره، عليهم كوبايه من الدقيق الابيض، وعليهم رشه بيكنج باودر، مع بيكنج باودر او كيك شيف، بتحطي كيس كامل اللي هي خميره الحلوى، ونبدا ان احنا نقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده بنبدا ان احنا ندخلهم نخله تانية كمان. انا هنخلهم بقى معاكم واحطهم بقى في حاجه كبيره وهوريه لكم، وتشوفوا كده شكله يكون عامل ازاي برضو، ونضيف عليه المكونات السائله. دلوقتي بقى بنزل بالمكونات السائله عليها بالشكل ده كده بسم الله. انت طبعا لازم تكوني متاكده من مقاديرك. ببدا بقى ان انا اقلب المكونات بتاعتي كلها كده من تحت لفوق بسم الله. قلبيها بقى معاكي بالراحه جدا، تقدري تقلبيها بمعلقه، بس انا بحب ان انا اقلبها بالمضرب، بتسهل عليا جدا، وفي نفس الوقت يعني بتبقى بحس ان هي ما بتبقاش فيها اي تكتلات. بصي من تحت على فوق كده بالشكل ده كده، وهقلبها طبعا معايا كويس جدا.
بقلب طبعا لحد القوام بيتظبط معايا، والاقيها كلها كده ايه، كل المكونات دخلت مع بعض وبقت متجانسه. قلبيها كويس لو في اي حاجه ماسكه عندك في القاع، بحيث ان هي تطلع. دلوقتي بقى يا جماعه بجيب عندي صينيه، حابه اقولك ان الصينيه الالمونيا دي اكتر حاجه بتظبط معايا الكيكات والحلويات، يعني البايركس والحاجات دي ما بتظبطهاش قوي، ما بتطلعش فيها حلوه، بحسها بتطلع مكتومه. هاخد بقى معايا معلقه السمنه دي، هنحطها معلقه سمنه بلدي، هقلبها كده في ال يعني في ال في الصينيه بتاعتي، وابدا ان انا احركها كده بالفرشه. عايزه اقولك الكيك ده نفسه ما بياخدش معاكي اي وقت، بيتعمل معاكي بسرعه جدا وبيطلع باذن الله يعني تحفه وجميل جدا. حابه ان انت ما تخليهوش عالي قوي، ما فيش اي مشكله، تبداي تقدري ان انت برضو تقللي الكميه بتاعته، توسعي الحله الصينيه بتاعتك شويه. هنزل بقى كده، شايفين القوام بتاعي عامل ازاي؟ انا عايزه القوام ده، هو ده بقى ايه القوام المظبوط. وطبعا كوبايتين لكوبايه دي المقادير المظبوطه معايا. تقدري بقى تحطي لها برتقان، تحطي لها حليب او رايب، مفيش اي مشكله، يعني اي حاجه من الحاجات دي بتنفع معاكي جدا. هحطها دلوقتي بقى معايا في الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي، وهوريها لكم دلوقتي بقى بعد ما اتعملت معايا وبقت بالشكل ده. هي طالعه باللون الذهبي بالظبط، يعني شكلها بصراحه جميل جدا، وريحتها ما اقولكوش بقى. ببدا ان انا اسلكها معايا باي سباتيولا بالشكل ده، تبداي ان انت ايه تسلكيها مع انها مش محتاجه اي حاجه، هتلاقيها بتتعمل معاكي بمنتهى السهوله اهو بالشكل ده كده. بنبدا برضو ان احنا نقطعها معانا، تقدري تقطعيها وهي لسه في الصينيه، وتقدري ان انت تحطيها في حاجه وتبداي ان انت تقطعيها، ما فيش اي مشكله. دلوقتي بقى خلاص اهي اتعملت معايا بقت بالشكل ده كده، هبدا بقى ان انا اقطعها معايا. بسم الله. طبعا بصي عايزه اقولك دي من الحاجات اللي بتفرفت قوي، بس في نفس الوقت جميله جدا، طعمها حلو بصراحه. اما بتعمليها في البيت بتكون احلى 100 مره ما تجيبيها جاهزه. انا عن نفسي بحب جدا الحاجات اللي بتتعمل في البيت، يعني بشجعها جدا لانها حاجات بتبقى مضمونه وسهله وبسيطه وكمان صحيه في نفس الوقت. هبدا بقى دلوقتي ان انا اطلعها معاكم كده. بسم الله. بصي بقى شكلها عامل ازاي، ما شاء الله عليها جميله جدا. تقدري بقى دلوقتي تعملي لها اي تزيين انت حباه. بصوا بقى عامله ازاي من هنا، جميله جدا وعاليه. وبرده اهي هي طبعا الاضاءه بصراحه ظلماها جدا، الاضاءه عندي مش حلوه خالص، فمش مظبطه الصوره، مش باينه فعلا لونها، اللون الاصفر الاصفر الذهبي جميل جدا، درجتها حلوه قوي. برضو هحط لكم التزيين بتاعها كده حاجه بسيطه. دي بقى كده الشكل النهائي للوصفه بتاعتنا، بتمنى بقى باذن الله ان هي تكون عجبتكم وان انتوا تجربوها. لو عجبك الفكره نفسها ما تنسيش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل الاشعارات. وبرضو هوريكم كده، بصوا قد ايه جميله جدا، بصي عامله ازاي، جميله جدا وهشه وطريه، ويعني بصي حتى من تحت عامله ازاي، يعني لونها برضو حلو جدا. بتمنى ان انتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.